السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد أنت كمستخدم باريبو والباريبو عم يربح مصاري، تمام؟ كود الدعوة راح تلاقيه بأسفل بالوصف، تمام؟ لو فتحت الباريبو وطلع لك هذا الشيء، هذا شو معناته؟ طيب هون الترجمة اللي عم يخبرنا قد يكون من الممكن الخوادم تبع باريبو ما بتشتغل على ملف تعريف العائلة والطفل، يعني هون شبكة الواي فاي اللي متصلين عليها مفعلة على شبكة العائلة، يعني اللي مواقع كل شيء، تمام؟ للبالغين محظور على هذه الشبكة. يعني شو الحل؟ اتصل على بياناتك عيني، او انك ما اقول لك طفي البروفيل تبع العائلة مشان حماية اطفالك، ولكن خلاص اشتغل على البيانات. تحياتي للجميع، دمتم بأمان الله وحفظه. هلأ راح أفصل واتصل على البيانات ونرجع نفتح التطبيق ونأكد هاي المعلومة. هاي طفينا وراح نتصل على البيانات، راح نفتح الباريبو. الباريبو رجع وفتح بشكل طبيعي وما فيه أي مشكلة. رابط الدعوة راح تلاقوه أسفل هذا الفيديو. تقبل تحياتي، محدثكم عمار الذهبي، سلامات.